بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم مسكين عبد العالي، مهندس برمجيات، ونكمل في مشروعنا المشروع الجماعي، وذلك بثلاث لغات: الإكزمارين ورياكت ودلفي. اليوم سنتكلم على الإكزمارين فورمز بعدما تكلمنا على دلفي، ونريد عمل التمرين الثاني حيث قمنا في شرحنا تعدد اللغات في الدرس الفارق، وهو من المفروض أن يكون في التمرين الثاني لكن شرحته في التمرين الأول. وثم قلنا أننا لابد من عمل جيزون الذي يقرأ أو نضع فيه خاصيات اللي هي الصورة والاسم، اسم المستعمل وصورة المستعمل، وننشئ كلاس اسمها كلاس موديل اسمها يوزر بهذه الخاصيات، ونقرأ من ملف جيزون ونعرضه عن طريق الMVVM. أوكي، يعني الدروس لهذا البروجكت قمنا بها هو البروجكت رقم 1، أين شرحنا التمرين الأول في الثلاث لغات، ثم التمرين الثاني في على الدلفي، الآن التمرين الثاني على الإكزمارين فورمز. أوكي، الهدف ما هو؟ هو أننا نريد عمل سترينج في شكل جيزون، ربط هذا الجيزون أو بارسينج لهذا الجيزون، عمل سيرياليزاسيون لهذا الجيزون، وضعه في اوبجكت، ثم عمل بايندينج في الاوبجكت لعرض الريزلت على الواجهه. كانت في التمرين الاول كانت هنا ايماج معلوم، يعني موضوعه سورس هنا، واسم الصوره هنا، اسم الصوره اسم صوره المستعمل. حذفت هذا، سنستعمل طريقتين. الطريقه الاولى انني اعطيت له نيم سي ايماج، اوكي، وحذفت ايضا تكست هنا، كان في السابق تكست اسم المستعمل، حذفتها واعطيت له فقط النيم، اسم هذا المكون سي ايماج، وهذا اسمه نيم. نذهب الى السورس قلت له بعدما تعمل انيشاليز للكومبوننت لجميع الصفحه اعمل لود. لود هي ميثود خاصه كرييتها، ثم وضعتها، وهذه الميثود وضعت بها string في شكل جيزون، كما تلاحظون هذا الجيزون فيه معلومات. لماذا قلنا ان جيزون، لماذا نريد القراءة من string في شكل جيزون؟ لان الهدف بعد ذلك، مثل ما شرحت في الدلفي، ربما لم تشاهدوا فيديو الدلفي لان انتم سي شارب، قلت ان بعد يعني عند تثبيت الجهاز، تثبيت التطبيق على الجهاز موبايل، أول حاجة سيقوم بها المستعمل هو التسجيل، عملية تسجيل. قلنا المستعمل هو المربية أو مديرة الحضانة أو التي ستربي الأولاد، لذلك ستقوم بتسجيل نفسها: أنا مربية، اسمي كذا، ميل كذا، أخذت الشهادة كذا. هذه كل المعلومات ستحفظ في قاعدة بيانات على السيرفر عندي أنا في سيرفري الخاص، وعن طريق ويب أبي. إذن التطبيق سيرسل كل هذه المعلومات عن طريق الويب أبي. نستطيع إضافة أيضا لتونتيفيكاسيون أو الدخول عن طريق الفيسبوك، سنعتمد على اثنين لكن هذا في الأخير إن شاء الله، ونعتمد على الدرس أيضا استعملت لتونتيفيكاسيون عن طريق الفيسبوك. سنسجل كل معلومات المستعمل كلها في قاعدة بيانات، ثم عند انطلاق التطبيق نأخذ في المرة القادمة، يعني عند يشتغل التطبيق سيأتي عن طريق الويب أبي، يعطيك المعلومات، الصورة، اسم المستعمل، كل هذه المعلومات الخاصة بالمستعمل نعرضها على الواجهة. إذا الويب أبي سيعطينا جيزون، لذلك هنا عملنا string في شكل جيزون، كأننا نتخيل أن الويب أبي أعطانا جيزون. أوكي، وبعدين إن شاء الله نتعلم عن الويب أبي. المهم الويب أبي أعطانا جيزون، وهو هذا الجيزون في شكل string. سنعمل له ديسيرياليز، وليس سيرياليز عفوا، هي ديسيرياليزاسيون من نوع، قلت له حول لي string لشكل جيزون هذا الى object. الاوبجكت انشات كلاس موديل، انشات كلاس في مجلد، انشات مجلد موديل ووضعت به كلاس يوزر، مثل ما قلت لكم اضفت انا الاي دي، فيرست نيم، لاست نيم، ايميل، و بروفايل ايميل. هذه كلاس موديل وضعتها في ريبرتوار او مجلد اسمه موديل، ثم قلت له أين السورس،
قلت له اعمل لي سيرياليزاسيون لهذا string، حوله الى object وضعه في هذا الانستانس. هذه لا كلاس، هذا انستانس ان اوبجيه، اي object من نوع هذه الكلاس. وقلت له بعد ذلك الصوره تاخذ السورس، يعني السورس سيأخذ البروفايل ايماج، والبروفايل ايماج هذا يساوي الى هذه. اذا سيعرض لي الصوره الموجوده في لو ذهبنا الى الاندرويد سنجدها هنا في الريسورس، ريسورس دروابل، سنجد عبد العالي هنا جي بي جي، سيجد هذه الصوره سيعرضها في الواجهه. وقلت له نيم لابل كونتكست ياخذ الفيرست نيم زائد فراغ، ضع فراغ ما بين الفيرست نيم واللاست نيم وضعهم في لابل. اذا سيقوم بملء الواجهه، هذه الواجهه التكست هنا والسورس هنا. وبعد التنفيذ اذا قمت بالتنفيذ ننتظر قليلا. هيا يا زمرن، واحد اثنان ثلاثة، لم يشتغل بعد. اوكي وهذا التطبيق الخاص بنا. وكما تلاحظون ظهرت الصورة وظهر النيم وبينهما فراغ. هذا ليس بالبايندينج، لم نستعمل لام في في ام، استعملنا الطريقة العادية الموجودة في الوين فورم والويب فورم. الآن سنعمل ام في في ام، سأحذف هذا. درس لام في في ام موجود في عدة مناسبات على القناة، ذكرناه في هنا في الليست فيو، أين عملنا بايندينج هنا في هذا الدرس، ستجدون أنني عملت لام في في ام. وأيضا درس مفصل تجدونه في في درس دبليو بي بي اف، هو أحسن يعني، هذا الدرس هو الذي شرحته بالتفصيل. تجدون أتكلم على لام في في ام وشرحته بالتفصيل. إذا تستطيعون سواء الدخول هنا او الدخول الى ليست فيو بايندينج داتا بايندينج، وستجدون درس لام في في ام. الان نرجع الى هذا، هذه هناك فريم ورك مشهور في لام في في ام، لكن انا لا استعمله، بل استعمل كلاس واحده استخرجتها من هذا الفريم ورك في السابق، صديق لي اعطاني هذه الكلاس لانه هو لمن صنع هذه الكلاس، وهو ملف سي شارب يحتوي على مجموعه من الكلاسات، ثلاث كلاسات نحتاجها. لكن تستطيع عدم استعمال الطريقه العاديه في الزامرن، لكن انا استعمل هذه الطريقه. ستجدون السورس على الجيت اب واشرح الكود اولا. اذا قلت له سورس، عوض ان نعمل هنا كونستون للسورس يعني الصوره، سنعمل لها بايندينج مع بروفايل، وهذه خاصيه موجوده في الفيو موديل. اذا لابد ان يكون لدي فيو موديل فيه هذه الخاصيه، ولابد ان يكون لدي فيو موديل فيه يوزر نيم ايضا خاصيه. كما تلاحظون في الموديل لا توجد يوزر نيم، بل توجد فيرست نيم ولاست نيم، وبروفايل ممكن نفس الاسم لكن ربما نستطيع التغيير. أنشأت فيو موديل في مجلد اسمه فيو موديل، وبه خاصية اسمه أو به كلاس اسمها يوزر في ام. وفي يوزر في ام كما تلاحظون في الكونستركتور قمت بإنشاء سترينج، سأحذف الكود السابق كي لا تختلط الأمور، سأشرح هذا.
إذن في الفيو موديل وضعت السترينج اللي هو في شكل جيزون، عملت ديسيرياليز لهذا السترينج، ثم قمت بقراءة من الموديل ووضعه في الخاصيات الفيو موديل. إذن كل مرة أقرأ من هذا الموديل الذي هو مملوء بهذه الخاصيات، هذه المعلومات التي هي في شكل جيزون، وأملأ بها الفيو موديل، خاصيات الفيو موديل. وبالطبع خاصيات الفيو موديل تكتب بهذه الطريقة، ستجدونها في الشرح، لا أطيل الفيديو لأن شرح الفيو موديل شرحناه عدة مرات. إذن كل هذه الخاصيات الموجودة، وهناك خاصية في الأخير اسمها user من نوع public string، تعطيني first name فراغ last name، هي read only، يعني نستطيع إضافة كلمة read only. إذن user name هي خاصية تحسب من list last name و first name وبينهما فراغ. هذا الفيو موديل. نستطيع كما قلنا أن الفيو موديل ليس بالضرورة أن كل الخاصيات الموجودة في الفيو موديل موجودة في الموديل أو العكس، يعني نستطيع عمل فيو موديل واحد لمجموعة من الانترفاس، مجموعة من الواجهات، ويرتبط بمجموعة من الموديل، ليس بالضرورة كل فيو موديل خاص بموديل. يعني فرقوا ما بين الفيو موديل والموديل. الفيو موديل عنده علاقة مباشرة مع الواجهة، الموديل شيء آخر. أوكي، الآن كيف أربط الآن الفيو موديل مع الموديل؟ وشرحناها في الام في ام، وقلنا أن هناك تعليمة اسمها binding context. إذن ما هو user content؟ user content هو الديف الذي أو البانل الذي يحمل كل المكونات الموجودة اللي عنا عمل لها binding. إذن هذا نستطيع عمله هنا في stack layout لأن الاثنين هم هنا، لكن سنعمل شيء أشمل وهو أول layout موجود هنا. إذن أعطيت له name user content. user content وقلت له user content أعمل لي context binding مع new user model. هذا الـ VM عندما يعمل new هو للـ VM اللي هو user view model، سيقوم بإنشاء الموديل عن طريق هذه الـ string، ثم ملء كما شرحت منذ قليل، ملء كل خاصيات الفيو موديل عن طريق خاصيات الموديل، عمل مابينج، هذا يسمى عملية مابينج يدويا يعني، لكن كل هذا سيتغير عندما نعمل مع الويب ابي. هذا عن البايننج. إذن سنجرب شيء آخر أننا لم أذكر هو الكلاس التي ذكرتها في الأول، كما قلت نستطيع الاستغناء عليها ونستعمل مثل درس لإكزماري فورمز، هناك تعليمات تضيفونها وتستغل الأمور، لكن أنا أفضل هذه الكلاس يعني عندي خبرة فيها يعني مع الـ WPF، لذلك بقيت محافظ عليها. هي تعمل لك ريلي كوماند وإكزيكيوتي أكسيون وفيو موديل باز، هذه معروفة يعني الفيو موديل باز معروفة، والباقي هو لتنفيذ تعليمات إي كوماند، هذا كل شيء يعني. وعند تغيير خاصية في الموديل في الفيو موديل تتغير اوتوماتيكمو في الواجهة. اذا هذه الامور هذه كلها هذه الكلاس التي تتحكم فيها، لا اشرحها بالتفصيل، المهم تعمل لها كوبي وتضيفها الى الابي بي كود. اذا الابي بي كود يحتوي على ترانسليت هذا الخاص ب وهو شبه كومبوننت خاص بعملية الملتي لانجويج الذي ذكرناه سابقا، والفيو موديل باز سميته فيو موديل باز، نستطيع تغيير الاسم اللي كانت لأنها كانت في البداية عبارة عن هذه الكلاس ثم أضفت لها الكلاس الآخرين، نستطيع نسميها MVVM MVVM حاجة يعني مثل هذا MVVM controller MVVM helper، يعني نسميها كما تريدون يعني، المهم أنا سميتها فيو موديل باز. هذه الكلاس في موديل باز، وعملنا بايندينج، البايندينج عن طريق البايندينج كونتكست مع اليوزر يوزر في ام، اليوزر في ام يقوم بانشاء موديل عن طريق سترينج في شكل جيزون، يملا الخصائص، هنا عمليه بايندينج في الفيو مع كل الخصائص التي نريدها، اذا حببنا نضيف لابل اخرى هنا للميل نضيفها يعني، فقط نضيف هكذا ونعمل بايندينج مع لابل مع الميل. سنجرب الآن. اوكي
وظهرت النتيجة. إذن هنا صورتي وعبد العزيز كيلي. نغير كي نتأكد أن المعلومات ليست في الكاش بل هي تأتي من الفيو موديل. نذهب إلى الفيو موديل ونضيف شيء ما هنا، مثلا نضيف فقط لنتأكد. نعيد التنفيذ. وعند الضغط كما تلاحظون ظهرت النتيجة. إذن هذا عملية الألبايندينج، ولم يبقى إلا الطريقة الثالثة أو التطبيق الثالث الذي ذكرته. سأضع السورس على الجيت هاب وتجدونه في صفحة فيسبوك، وفي صفحة فيسبوك ذكرت التمرين الثالث اللي هو سنضيفه في هذا نعم هو هذا. إذن طلبت منكم المشروع الجماعي، التطبيق الثالث وهو إنشاء واجهة من الاثنين، يعني واجهة تختار واجهة من هذه الاثنين. أنا أعتقد أن هذه الواجهة أحسن، يعني افعلوا كما تريدون، يعني أنا لا أحتاج سورس، يعني اعملوا كما تريدون. أنا ربما سأعمل هذه الواجهة، أفضلها وسأغير الألوان فقط. والهدف هو أننا ننشئ كلاس اسمها بيبي، يعني طفل. وهذه الكلاس فيها name first name last name image profile مثل ما عملنا مع اليوزر، وهناك ثلاث أزرار فقط. الهدف هو عند الضغط على كما تلاحظون هنا في الشاشة، عند الضغط هنا ماي بيبي، عند الضغط على ماي بيبي تظهر لنا هذه الصفحة. الهدف هذه الصفحة الهدف هو عرض هذا كما تشاهدون هذا المطلوب، عرض هذه الواجهة في هذه الصفحة بيبي ليست بيج. إذا لابد من صنع بيبي ليست بيج الفيو، هذه الفيو هذه تغيير فيها. نعمل بايندينج مع كلاس اسمها بيبي في ام اللي هي فيديو موديل، ونعمل كلاس موديل موجوده في ريبرتوار موديل او مجلد موديل، يعني تكون فيها فيرست نيم لاست نيم وبروفايل بنفس الطريقه التي قمنا بها عن طريق اليوزر. هذا اليوزر، اليوزر هو عباره عن مربيه التي تربي هذه المجموعه من الاولاد، وتكون سكرول بطبيعه الحال. هنا تستطيعون استعمال المكون الجديد اللي هو كونتنت فيو، نسيت اسمه، لم نعمل عليه درس بعد، أو تستعملون الليست فيو كما تحبون. يعني هذا كل شيء في إليكس ماري فورم. نتمنى أن يكون الدرس مفيد، وتجدون السورس كما قلت في الصفحة الآن، هو موجود في الجيت هاب أظن أنني وضعته. إليكس ماري فورمز لا لم أضعه بعد، سأضعه في الحين. تستطيعون استرجاع السورس وإضافة كما قلت هذا المطلوب الثالث. إذا نحن في المطلوب الثالث، نتمنى أن تردوا على الموضوع ولا يعني إذا تم المشروع بنجاح إرسال فقط الصورة. أنا لا أحتاج السورس، أحتاج فقط الصورة، لأن هناك بعض الظن السوء، هناك أصدقاء أشخاص يقولون أني لا أستطيع عمل ذلك، لذلك أطلب من الجميع العمل، أو كلام يعني كلام لا يدخل منا ويخرج منا. المهم يعني أتمنى أن تقول تم، وهذه الصورة قمت هذه صورة الواجهة بالإكس ماني فورمز. هكذا تشجعونني، لأنني كما قلت أنا لا أحتاج حتى تعطوني أنتم السورس، أو يعني ممكن أخذ أفكار من الجماعة، يعني كل واحد يعني عنده طريقة برمجة خاصة به، لكن كما قلت أن يشجعني عندما أرى النتيجة، يعني عندما أتكلم وأشرح الدرس وأرى أن هناك من أعرف حتى الكلام ذهب، يعني أتمنى أن تكون هناك محاولات فقط. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.